بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما كان من مقدمات الصلاة السواك ذكره مصنف هنا. والسواك كسر السين والسواك بضمها بمعنى واحد، يراد به أحد أمرين. الأمر الأول أن يراد به الآلة التي يستاك بها، العود الذي يستاك به، سمى سواكا ومسواكا. والأمر الثاني أن يراد به الفعل، فعل التسوك، فهو مصدر. هذا من حيث اللغة. وأما من حيث المعنى الشرعي فالسواك هو إزالة رائحة الفم، إزالة رائحة الفم وما يكون على الأسنان واللثة واللسان من المخلفات التي يكون لها رائحة كريهة. فالسواك أو السواك هو إزالة رائحة الفم، لأنه مطلوب من المسلم تكون رائحته طيبة، وأن يزيل عنه الروائح الكريهة عند الصلاة وعند الكلام وعند القراءة وعند هذا مطلوب من المسلم. والسواك سنة نبوية ثابتة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. فمن أقواله في السواك ما يأتي في هذا الباب. قد ورد في السواك أحاديث كثيرة، الحث عليه والترغيب فيه. فقال بعضهم إنها تصل إلى 100 حديث أو أكثر، كما ذكره الإمام الصنعاني في شرحه على البلوغ سبل السلام. فهو سنة ثابتة. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يستعمل السواك. السواك فيه فوائد عظيمة صحية، وفوائد فيه فوائد صحية من ناحية أنه يزيل الأذى عن الأسنان الذي قد يؤثر فيها، ويسهل التنفس، حتى قالوا إنه يساعد على تهضيم الطعام. هذه فوائد صحية وفوائد تعبدية، لأنه عبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فينبغي للمسلم أن يحرص على استعمال السواك ويتأكد توكد استعماله في مواضع، منها إذا قام من النوم كما يأتي، لأنه يتغير رائحة الفم بالنوم، ومنها إذا أراد الوضوء، ومنها إذا أراد الصلاة، ومنها إذا أراد قراءة القرآن، ومنها إذا أراد أن يجالس الناس فإنه أيضاً يستعمل السواك لإزالة رائحة فمه، لئلا تحصل منه رائحة كريهة تؤذي الجلسة، إلى غير ذلك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا حرف امتناع لوجود، امتناع لوجود. امتنع صلى الله عليه وسلم من الأمر بالسواك لوجود المشقة، لوجود المشقة في كثرته. لولا أن أشق على أمتي، المشقة تعب
المراد بها التعب، والمراد بأمته أمة الإجابة من المسلمين. لأمرتهم بالسواك أي بالتسوك عند كل صلاة، أي عندما يريدون الصلاة. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرفق بأمته، فإنه يراعي المشقة فيتجنبها، فهذا فيه رفقه صلى الله عليه وسلم بأمته، وأنه يريد لهم اليسر والسهولة ويجنبهم ما يشق عليهم. وفيه المسألة الوصولية، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وفيه أن الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، وهذه قاعدة وصولية لقوله لأمرتهم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فدل على أن الأمر للوجوب. فامتنع صلى الله عليه وسلم من الأمر الذي فيه إلزام ووجوب إلى السنة والاستحباب الذي فيه سهولة، فهو لم يأمر به لكنه شرعه لأمته من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. فقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرته، هذا دليل على استحبابه صلى الله عليه وسلم، أنه يحب هذا الشيء لأمته، فدل على استحباب السواك عند كل صلاة. هذا فيه موضع من المواضع التي يستحب فيها السواك، وهو عندما يقوم المسلم للصلاة. وقوله عند كل صلاة يشمل صلاة الفريضة ويشمل صلاة النافلة ويشمل صلاة الفرد وصلاة الجماعة عند كل صلاة. والحكمة في استعمال السواك عند الصلاة ليطيب رائحة فمه لقراءة القرآن وحضور الملائكة الكرام، لأن الملائكة تحضر عند تلاوة القرآن. واستدلوا به على استحباب الصيام للصائم، استحباب السواك للصائم، استدلوا به على استحباب السواك للصائم، لأن قوله عند كل صلاة يشمل الصائم والمفطر، يشمل الصائم والمفطر. فهذا ما يستفاد من، أو بعض ما يستفاد من هذا الحديث. نعم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا عن الفتن خشية أن تصيبه، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهو حريص رضي الله عنه على معرفة الفتن في الدين من أجل أن يتجنبها إذا حدثت، فكان كثير السؤال عنها. وهو وأبوه صحابيان، حذيفة صحابي وأبوه اليمان صحابي، واسمه حسيل، اليمان اسمه حسيل، وقد قتل في وقعة أحد، قتله المسلمون خطأً يظنونه من الكفار، يعني اليمان الذي هو والد حذيفة قتل في وقعة أحد خطأ رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، هذا يفيد الاستمرار، أن هذه عادته صلى الله عليه وسلم، كان إذا استيقظ من النوم، نوم سواء كان نوم الليل أو نوم النهار، من أي نوم، كان إذا استيقظ من النوم يشوص فاه بالسواك. يشوص يعني يمسح، يشوص يعني يمسح فاه بالسواك، والشوص معناه الغسل، معناه الغسل، فمعنى يشوص يعني يزيل رائحة النوم من فمه بالسواك، أي بالاستياك أو بالمسواك الذي هو الآلة. يشوص فاه بالسواك، وفاه
يقولون هذا من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو وتجر بالياء وتجر وتنصب بالياء وتجر بالياء وتنصب بالألف، تنصب بالألف، الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو بدل الضمة وتجر بالياء بدل الكسرة وتنصب بالألف بدل الفتحة. فيشو صفاه مفعول، وعلامة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة. يشو صفاه بالسواك. فهذا الحديث فيه بيان موضع من مواضع من المواضع التي يستحب فيها استعمال السواك، وهو عند الاستيقاظ من النوم، لأن الفم يصير فيه رائحة كريهة من الأبخرة التي تصاعد من المعدة وقت النوم. فكان صلى الله عليه وسلم يبادر حينما يستيقظ، يبادر بإزالة رائحة فمه من أثر النوم بالسواك. فيستحب للمسلم أن يفعل ذلك، أنه إذا استيقظ من نومه يستاك، سواء كان يريد أن يصلي أو لا يريد، سواء كان يريد الصلاة أو لا يريد الصلاة. هذا من السنن. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك الرطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه، ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. نعم. هذا الحديث في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وماذا عمل عند الموت. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، وهذا من فضائلها رضي الله عنها، فأذن له بذلك، فنقل إلى بيت عائشة ومرض فيه. فلما حضرته الوفاة عليه الصلاة والسلام جعلته عائشة في حجرها، جعلت رأسه في حجرها تلطفاً به صلى الله عليه وسلم وخدمة له، جعلت رأسه في حجرها بين حاقنتها وذاقنتها، وفي رواية بين سحرها ونحرها. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المكان من عائشة رضي الله عنها. قالت: فدخل عبد الرحمن أخوها، عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها، وهو أكبر أولاد أبي بكر الصديق، وهو شقيق لعائشة رضي الله عنها، ومع عبد الرحمن سواك، معه سواك، سواك أخضر. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبده بنظره، يعني ينظر إليه ويطيل النظر إليه، لكنه لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يتكلم. ففهمت عائشة رضي الله عنها رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا السواك، فأخذته من أخيها، ثم هيأته وطيبته، يعني أصلحته، طيبته يعني أصلحته، فقضمته، أزالت القشرة التي عليه وهيأته للاستعمال، وأعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاك به عليه الصلاة والسلام، ثم رفع أصبعه فقال: في الرفيق الأعلى،
الرفيق، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى 3 مرات، ثم قضى عليه الصلاة والسلام، يعني خرجت روحه. والرفيق الأعلى هم الذين ذكرهم الله في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الرفيق الأعلى، طلب من ربه أن يجعله مع الرفيق الأعلى، ثم قضى عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. فائدة الأولى، فيه فضيلة عظيمة لعائشة رضي الله عنها، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم مرض في بيتها وتوفي ورأسه في حجرها، وأنها قامت بخدمته في هذه الحال وفهمت ما يريد، فهيأت له المسواك ودفعته إليه فاستعمله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها من فضائل عائشة رضي الله عنها. وفيه مشروعية السواك، فيه مشروعية السواك واستحباب السواك، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته استعمله وطلبه، دل على فضيلة السواك. وفيه جواز استعمال المسواك الرطب، استعمال المسواك الرطب، لا يتعين أن يكون المسواك يابسا بل ولو كان رطبا، لأنه يحصل به ما يحصل بالعود اليابس. وفيه خدمة أهل العلم والفضل، خدمة الزوجة لزوجها، فإن عائشة رضي الله عنها خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، يجري عليه ما يجري على البشر، فيموت يمرض، مرض صلى الله عليه وسلم كما يمرض الناس، ومات كما يموت بنو آدم. قال سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال سبحانه: إنك ميت وإنهم ميتون وإنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرض، أصابه المرض وأصابته سكرات الموت ومات عليه الصلاة والسلام. في هذا رد على المخرفين الذين يقولون إن الرسول لم يمت، إن الرسول لم يمت، أنه لا يزال حيا، وأنه يأتي إلى الناس ويحضر مجالس الصوفية ويحضر في احتفال المولد المبتدع. هذا كله من الأكاذيب والخرافات. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي كغيره من البشر، وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وترك الدنيا عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة عظيمة في العقيدة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وترك فينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة توفاه الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما عاش صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية إلا 84 يوما، توفي عليه الصلاة والسلام. وقد أعطاه الله أمارة، علامة إذا رآها فإنها دليل على قرب أجله عليه الصلاة والسلام. أنزل الله عليه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه علامة جعلها الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تدل الرسول على قرب أجله، فكان يستغفر الله في الركوع بعدما نزلت عليه هذه الآية.
يتأول القرآن كما تقول عائشة، يعني يفسر القرآن بذلك. نعم. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك. وفيه العمل بالإشارة، فيه العمل الحديث العمل بالإشارة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم ولكنه يعطي إشارة إلى ما يريد، ففهمت عائشة رضي الله عنها هذه الإشارة فعملت بها. نعم. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه. نعم، هو ما تكلم عليه الصلاة والسلام ولكنه كان ينظر إلى السواك، فلما أطال نظره إليه قالت عائشة آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، فأخذته وهيأته له صلى الله عليه وسلم. ففيه العمل بالإشارة المفهومة إذا فهمت، وأنها تقوم مقام اللفظ، منه قوله تعالى قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، يعني إشارة. فأوحى إليهم خرج على قوم، يعني زكريا عليه السلام خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أوحى إليهم يعني أشار إليهم، لأنه امتنع من الكلام من غير خرس، من غير خرس، وإنما هذه علامة جعلها الله له، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. وفي الآية الأخرى ثلاثة أيام سوية، يعني ليس بك مرض أو مانع يمنع من الكلام. نعم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. نعم، هذا الحديث فيه أيضا التسوك بالعود الرطب، وأنه مثل اليابس، أنه مثل اليابس، وفيه التسوك على اللسان. التسوك إذن يكون على الأسنان ويكون على اللثة ويكون على اللسان، هذه الثلاثة يمسحها بالمسواك ليزيل ما عليها من مخلفات ومن رائحة كريهة. والمسواك أحسن ما يستعمل فيه عود الأراك، هذا هو أحسن ما يستعمل في السواك، ويجوز بغيره من كل ما يحصل به المقصود، يجوز بسائر الأشياء التي يحصل بها المقصود، مثل العرجون، عرجون النخلة، أو أي عود لين يزيل رائحة الفم يستعمل، حتى قالوا حتى بالخرقة أيضا وبالأصبع، ولكن الأفضل أن يكون بالمسواك، الأفضل أن يكون بالمسواك. وأفضل أنواع المسواك الأراك، لأنه طيب الرائحة، ولأنه لين، ولأنه يبقى مع الاستعمال، لا فيه خواص. نعم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قوله يقول أع يعني أنه يستعمل السواك حتى إنه يكاد يتقيأ، أع يعني يكاد يتقيأ من استعمال السواك، فيه المبالغة باستعمال السواك حتى ينظف الفم وتطيب رائحته. نعم، ما يكفي إنه يدخل السواك بفمه، لا، التسوك صفته أن يستاك عرضا
يقبض المسواك بيده اليسرى لأنه من إزالة الأذى، واليسرى تستعمل لإزالة الأذى كما سبق، فيقبض المسواك بيده اليسرى ثم يبدأ من الجانب الأيمن من أسنانه ويمره إلى الجانب الأيسر عرضاً، يستاك عرضاً، وأما اللسان فيستاك طولاً على طول اللسان، ويبالغ حتى أن الرسول يقول أع يعني يدخل إلى أقصى اللسان لأجل إزالة ما عليه من الرائحة. استاكوا عرضاً على الأسنان وعلى اللثة، ويمسك المسواك بيده اليسرى ويبدأ من اليمين إلى اليسار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره، وهذا من الطهور. فيبدأ بأيمن الفم، هذه صفة المسواك التسوق. نعم. باب المسح على الخفين. الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفة الوضوء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. فقوله أرجلكم معطوف على وجوهكم، اغسلوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، معطوف على قوله وأيديكم منصوب، وأرجلكم معطوف على وأيديكم، والمعطوف على المنصوب منصوب. فأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، وهذا من فروض الوضوء، إلا إذا كان على الرجلين حائل ثابت عليهما من خف، والخف هو ما يصنع من الجلد يلبس على الرجلين، أو ما يقوم مقام الخف من سائر الملبوسات على الرجلين من الجلود وغيرها، ويكون ساتراً لمحل الفرض، حيث يكون ساتراً للكعبين وما تحتهما، ويكون ثابتاً على الرجل يشق نزعه. الله جل وعلا في هذه الحالة أمر بالمسح على الخفين بدلاً عن غسل الرجلين لما في نزعهما من المشقة، وهذا من تيسير الله عز وجل، وهذا يسمى رخصة، هذا يسمى من باب الرخصة، والرخصة ما ثبت على خلاف دليل لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف الدليل لمعارض راجح. الدليل غسل الرجلين، هذا الدليل، والمسح على الخفين هذا معارض لكنه راجح، يكون رخصة من باب الرخصة، وغسل الرجلين من باب العزيمة، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فلا ينبغي لك أنك تقول بغسل رجليني، بخلع خفافي واغسل رجليني من باب التدين، هذا تكلف لا ينبغي. العمل بالرخصة هنا أفضل من غسل الرجلين، تسهيلا على الناس. فغسل المسح على الخفين رخصة ثابتة أجمع عليه أهل السنة، ولم يخالف فيه إلا الرافضة والمبتدعة، ولا عبرة بخلافهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 40 حديث متواتر. إذن المسح على الخفين متواتر، ثابت بالسنة المتواترة، وروى المسح على الخفين 70 صحابياً، روى المسح على الخفين 70 صحابياً من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينكر المسح على الخفين إلا مبتدع، ولذلك من العلماء من يذكر المسح على الخفين في كتب العقائد رداً على المبتدعة، مع أن المسح على الخفين من مسائل الفقه، لكنهم يذكرونه في العقائد رداً على المبتدعة واستنكاراً لما هم عليه من مخالفة السنة.
المس على الخفين رخصة ثابتة، فيها 40 حديثا ورواها 70 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو متواتر. والمسح عليهما أفضل من الغسل، من خلعهما أفضل من خلعهما وغسل الرجلين. لكن يقولون لا يسن أن يلبس من أجل أن يمسح، ما يسن أنه يلبس يقول علشان أمسح، وإنما يلبس لأجل حاجته إلى اللبس، فإذا أراد أن يتوضأ يمسح. وله شروط، المسح على الخفين له شروط يأتي بعضها أو أهمها. المهم أن المسح على الخفين لا ينكره إلا مبتدع. نعم. باب المسح على الخفين. نعم، المسح على الخفين، والمسح معناه أن يضع يديه مبلولتين بالماء على رؤوس أصابع رجليه ويمرهما إلى ساقه من أعلى الخف، لا من جوانبه ولا من أسفله، وإنما من أعلى. يضع يديه مفرجتي الأصابع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى من رؤوس أصابع رجليه ويمرها إلى ساقه. هذه صفة المسح على الخفين. نعم، والخفين تثنية خف، وهو ما يلبس على الرجل من الجلود ونحوها، مما يصنع للرجلين. نعم، ولو بشرط أنه يكون من جلد، بل كل ما يستر الرجلين ويصنع لهما فإنه يمسح عليه. نعم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإن طاهرتين، فمسح عليهما. نعم، المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه كان من دهات العرب، يعد من دهات العرب، وهو صحابي جليل، أسلم عام الخندق، وحضر كثيرا من الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يسافر معه. أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ للصلاة، توضأ قال المغيرة: فأهويت، يعني مددت يدي. أهوى إذا مد يده، وهوى إذا نزل إلى الأرض، فمعنى أهويت أي مددت يدي لأخلع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يغسل رجليه، ظن أن الرسول سيغسل رجليه، أراد أن يخدمه، يتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعهما أي اتركهما، لا تخلعهما، فإني لبستهما طاهرتين، يعني على طهارة، لبستهما على طهارة. فهذا فيه دليل على أنه يشترط للمس على الخفين أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الخفين، فإذا توفر هذا الشرط فإنه يمسح عليهما عندما يتوضأ مرة ثانية ولا يخلعهما. قال: دعهما، هذا دليل على أنه لا يخلع الخفين إذا لبسهما على طهارة، لا يخلعهما من أجل غسل رجليه. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق إيمانا وعبادة لله، ما قال أن الغسل أفضل من المسح، بل قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا الحديث فيه دليل، فيه مسائل. المسألة الأولى فيه فضيلة للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهو أنه تشرف بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه خدمة أهل الفضل وأهل العلم، وفيه شرط الطهارة للمسح على الخفين، فإن لبسهما وهو على غير طهارة فإنه لا يمسح عليهما، إذا لبسهما وهو غير متوضي فلا يمسح عليهما، بل يجب عليه أن يخلعهما وأن يغسل رجليه. هذا مفاد قوله صلى الله عليه وسلم: أدخلتهما طاهرتين. فقوله: فإني أدخلتهما، هذا تعليل لقوله: دعهما،
أي يتركهم، فدل على أنه يشترط للمس على الخفين أن يلبسهما على طهارة كاملة. واستدلوا به أيضا على أنه لا بد أن يلبسهما بعد نهاية الوضوء، بعد نهاية الوضوء، بقوله أدخلتهما طاهرتين. فلو أنه غسل الرجل اليمنى مثلا ثم لبس الخف، ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس، لا يمسح عليهما، لا يمسح عليهما، لأنه لم يدخلهما طاهرتين بل أدخل واحدة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أدخلتهما طاهرتين. فقالوا هذا يدل على أنه لو غسل رجلا وأدخلها في الخف أنه لا يمسح عليهما لأنه لم يدخلهما طاهرتين. نعم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. نعم، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، رضي الله عنه وعن أبيه، يعني كلاهما صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أعيد الحديث. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال نعم نعم، وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. هذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من مشروعية المسح على الخفين، مشروعية المسح على الخفين. وفيه زيادة أنه يمسح عليهما من الحدث الأصغر فقط، يمسح عليهما من الحدث الأصغر إذا لبسهما على طهارة كاملة ثم بال أو تغوط أو حصل منه حدث أصغر فإنه يمسح على الخفين. أما إذا حصل منه حدث أكبر كالجنابة والحيض للنساء وما أشبه ذلك فإنه لا يمسح عليهما من الحدث الأكبر. وفي حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه لكن من بول وغائط ونوم. فهذا دليل على أنه لا يمسح على الخفين إلا في الطهارة الصغرى، وهي الطهارة من الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فلا بد من خلع الخفين. نعم، وغسل الرجلين. أعيد الحديث. عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالمدينة، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم. فبال وتوضأ، بال صلى الله عليه وسلم، وصفة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، يعني محل إلقاء الزبالة، فبال قائما صلى الله عليه وسلم، وأمر حذيفة أن يتنحى، أمره أن يتنحى، ثم بال صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من بوله توضأ ومسح على خفيه، مسح على خفيه. والبول قائما يجوز في أحوال، إذا كان مريضا لا يستطيع الجلوس، أو كان المكان الذي يبول فيه وسخا وإذا جلس يتوسخ، فلا بأس أن يبول قائما للحاجة، أما في غير الحاجة فيبول جالسا. نعم. مختصرا. نعم، مختصرا. وأنا ذكرت لكم القصة أن حذيفة بن اليمان كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه البول فأتى إلى سباطة قوم، يعني محل إلقاء الزبالة، فبال وهو قائم عليه الصلاة والسلام، ثم لما فرغ توضأ ثم مسح على خفيه. فدل على أن المسح على الخفين إنما يكون من الحدث الأصغر، وكما في حديث صفوان بن عسال الذي ذكرته لكم من الحدث الأصغر، قال إلا من جنابة، الجنابة يخلع ولا يمسح. نعم. باب
في المذي وغيره. المذي، المذي هو الماء الرقيق الذي يخرج بسبب النظر أو بسبب الملاعبة، ملاعبة الزوجة، أو بسبب التفكير. ماء رقيق يخرج، ما هو ما ليس من البول وليس من مخرج البول، هو ماء رقيق أبيض وليس منيا، ليس بولا ولا منيا، وإنما هو شيء بينهما. هذا لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء، ناقض للوضوء، وهو نجس. المذي نجس بخلاف المني فإنه طاهر. المذي نجس، يغسل ويتوضأ منه، يستنجي ويتوضأ منه. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري: توضأ واغسل ذكرك، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. أعيد الحديث. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحيت، استحيت أو استحييت، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. نعم. وللبخاري: توضأ واغسل ذكرك، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. نعم. هذا الحديث برواياته فيه أن المذي لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء، هو ناقض من نواقض الوضوء. وقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي. مذاء هذه مبالغة، يعني كثير المذي، لأنه شاب وقوي رضي الله عنه، فكان كثير المذي. استحيا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة علي، استحيا أن يسأله مباشرة، فوكل المقداد بن الأسود الصحابي الجليل، وكله أن يسأل له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، برواية: يغسل، ينضح فرجه بالماء. هذا دليل على مسائل. المسألة الأولى فيه أن الحياء لا يمنع من السؤال أهل العلم عما أشكل، فإما أن يسأل مباشرة وإما أن يوكل. فعلي رضي الله عنه لما استحيا وكل ولم يسكت، ويمنعه الحياء من السؤال، لأن هذه عبادة ودين، ولا الإنسان يمنعه الحياء من أن يسأل عن أمور دينه. لكن إذا كان ما يقدر على مواجهة العالم فإنه يوكل من يسأل له، ففيه التوكيل في السؤال، فيه التوكيل في السؤال، وأن الموكل يعمل بقول الوكيل. هذا فيه دليل على قبول خبر الواحد، فيه دليل على قبول خبر الواحد، عكس ما تقوله المعتزلة وأصحاب البدع من أن خبر الواحد لا يعتمد عليه. فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يغسل ذكره ويتوضأ. هذا دليل على أن المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، وأنه نجس، وأنه نجس، يغسل المخرج، يغسل المخرج من باب الاستنجاء، ويغسل الذكر أيضا، يغسل القصبة كلها، وفي رواية يغسل الأنثيين، يعني الخصيتين، يغسل الخصيتين و القصبة الذكر والمخرج، ينضحه بالماء. دل على أن المني نجس أيضا، أولا أنه ينقض الوضوء، وثانيا أنه نجس.
يغسل، ولكن نجاسته مخففة، يكفي فيها النضح والرش، فيغسل ما أصابه المذي من بدن أو ثوب بالنضح فقط، فهو نجاسة مخففة. وأما غسله الذكر والأنثيين قالوا هذا لأجل التبريد، لأنه يبرد الذكر والخصيتان فيخف خروج المذي، يخف عليه خروج المذي. وفي الحديث دليل على توكيل، على التوكيل في السؤال إذا كان الإنسان يستحي من المباشرة به، فيوكل من يسأل عنه ويعمل بخبر الوكيل. هذا ما يدل عليه الحديث، يدل على أولاً أن المذي ناقض للوضوء، ثانياً أنه لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء، ثالثاً أنه لا يكفي فيه الاستجمار مثل خارج البول والغائط كما سبق، ما يكفي فيه الاستجمار وإنما يغسل، لابد من الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر فلا يكفي فيه الاستجمار. ثالثا فيه أن المذي نجس يغسل ما أصابه. رابعا أن نجاسته مخففة يكفي فيها الرش والنضح. سادسا فيه التوكيل في السؤال وطلب الفتية. نعم. عن عباد بن تميم. يكفي. أحسن الله. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز استعمال الفرشة والمعجون بدلا من السواك؟ الجواز يجوز استعمال الفرشة والمعجون، لكن ما يكفي عن السواك، ما يكفي عن السواك، السواك سنة، وأما استعمال الفرشة والمعجون هذا من المباح ولا يكفي عن السنة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما المراد بقول عائشة رضي الله عنها بحاقنتي؟ المراد في حجرها، المراد في حجرها، والحاقنة هي ما بين الترقوتين، الحاقنة ما بين الترقوتين. نعم. وقيل الحاقنة المعدة، قيل الحاقنة المعدة. نعم. والذاقنة الذقن، مكان الذقن. نعم. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ورأسه في حجرها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ورد في حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية: مع كل صلاة، فهل بينهما تعارض؟ لا، ليس بينهما فرق، ما هو تعارض. السؤال ينبغي أن يقول: هل بينهما فرق؟ ليس بينهما فرق. نعم، مع كل صلاة أو عند كل صلاة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل السواك عند كل صلاة سنة أو واجب؟ لا، السواك سنة، كيف تقول أنه واجب والرسول يقول لولا أن أشق على أمه؟ الواجب يشق، دل على أنه سنة وليس بواجب. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا عسكري وأدخل الجوربين طاهرتين يوميا على مدار السنة، فهل أمسح على الجوربين؟ بعد الأذان. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا عسكري وأدخل الجوربين طاهرتين يوميا على مدار السنة، فهل أمسح على الجوربين؟ العسكري وغيره إذا لبس الجوربين على طهارة بعد الوضوء الكامل، والجوربان ساتران للرجل، ضافيان على الرجل ساتران لها، يمسح عليهما مثل الخف، يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بشرط أن يكون الجورب ساتراً، وبشرط أن يلبس الجوارب بعد كمال الطهارة، يلبسهما وهو متوضي. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل:
إني أستاك إذا كنت صائما. إني أستاك إذا كنت صائما، ولكن طعم السواك يدخل إلى بطني وأحس بذلك. تلفظ، إذا أحسست بطعم تلفظه، إن ذهب من غير تعمد، إذا ذهب من غير تعمد فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إني تعمدت بلع المعجون مع الماء وأنا صائم، فهل أفطرت بذلك؟ كيف تتعمد بلع المعجون؟ وش الفائدة منه؟ يضر. لكن إذا كان هذا حاصل وأنك تعمدت بلعه وذهب إلى المعدة، فإنك تقضي هذا اليوم، لأنك أدخلت إلى معدتك شيئاً متعمداً، فتقضي هذا اليوم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا نزعت الشراب في مدة المسح وأنا على طهارة، فهل ينتقض وضوئي؟ وكذلك بعد انتهاء مدة المسح. نعم، ينتقض وضوءك إذا خلعت الممسوح من شراب أو خف أو كنادر، إذا خلعته وظهرت الرجل بطل الوضوء، فلا بد من إعادة الوضوء. وكذلك إذا تمت المدة فإنه يبطل الوضوء بتمام المدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد يوماً وليلة، مفهوم الغاية أنه بعد تمام المدة لا يمسح ولا يبقى حكم المسح بعد تمام المدة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: متى يبدأ وقت المسح؟ هل بعد الوضوء أم بعد الحدث؟ خلاف، ولكن الصحيح أنه يبدأ من المسح، يبدأ من المسح، من أول مسح بعد اللبس، أول مسح بعد اللبس تبدأ المدة. نعم. والمذهب أنه يبدأ من الحدث لأنه سبب المسح. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز السواك في الخلاء؟ نعم، يجوز أن تتسوق وأنت في دورة المياه وأنت خارج، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل المرأة تتورك في الصلاة؟ هل المرأة تتورك في الصلاة؟ صحيح أن المرأة كالرجل، تعمل ما يعمل الرجل، لا فرق بين الرجل والمرأة، هذا هو الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا قال الإمام في آخر القنوت: اللهم صل على نبينا محمد، فهل أقول آمين أم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يكفي قول آمين، بل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر الله به: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولم يقل قولوا آمين. نعم، فتصلي عليه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إن في بلادنا أكثر أئمة المساجد على المذهب المالكي، فهم يقنتون في الركعة الثانية من صلاة الصبح دائما وسرا، فهل لي أن أدعو حين يقنت الإمام؟ المعروف أن القنوت في صلاة الفجر عند الشافعية، هذا هو المعروف، لكن على كل حال إذا قنت الإمام في صلاة الفجر فأنت تتابعه، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، تتابعه في القنوت. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز عصر الذكر لإخراج ما تبقى من البول داخله؟ الأولى تركه، لكن إذا احتاج إلى هذا، إذا احتاج إلى هذا يصير عنده وساوس أنه يخرج من شيء أو فيستبري أن يعصر الذكر حتى يخرج ما تبقى في القصبة، إذا كان عنده شك أو وسواس، لأجل يزيل هذا الوسواس وهذا الوهم. أما إذا كان معافيه الله ولا عنده شيء فلا يتكلف هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين المذي الكثير والقليل، وهل يعفى عن قليله؟ لا فرق، إذا خرج، المهم أنه إذا خرج
سواء قليلا أو كثيرا، الحكم واحد. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجب على الإنسان كلما أحس بأنه أمذى أن يتأكد ولو كان في الصلاة؟ هل إيش؟ هل يجب على الإنسان كلما أحس بأنه أمذى أن يتأكد ولو كان في الصلاة؟ هذا يأتي في الحديث الذي وقفنا عليه، أنه إذا شك هل حصل منه شيء أو لم يحصل، هذا يأتي الدرس القادم إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الأحذية تغطي الكعبين، فهل يجوز المسح عليهما؟ لا يجوز المسح إلا على ما يستر الرجل سترا كاملا، بحيث ما يظهر شيء من الرجل من الكعبين وما تحت. أما إذا كان النعل له سيور عريضة أو له سيور ويظهر من الرجلين شيء فلا يصح. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل رفع اليدين مع التكبير عند السجود من السنة؟ لا، رفع اليدين عند الركوع وعند القيام من الركوع في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. هذا الذي صحت به الأحاديث. في موضع رابع مختلف فيه، وهو إذا قام من التشهد الأول. بعض العلماء يرى أنه يرفع يديه أيضا. نعم. أما رفعهما للسجود أو بين السجدتين، هذا لا دليل عليه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يقول خليلي الله تعالى؟ ما الله ما اتخذ خليل، هذا يجوز لمن اتخذه الله خليلا، وهو إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وغيرهما لم يتخذه الله خليلا، ولا يقال هذا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا دعا الإمام دعاء القنوت، فماذا يقول المأموم عند الثناء والحمد؟ يقول ما يقوله الإمام، يتابع الإمام. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ما دون الهر في الخلقة هل ما دون الهرة في الخلقة طاهر؟ نعم، الهرة طاهرة بالنص، قال صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، فريقها طاهر وسؤرها الذي يبقى بعدها من الماء أو غيره طاهر. قاسوا عليها ما كان مثلها في الخلقة وأقل، قياس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرى ولله الحمد نرى ولله الحمد في هذه الأيام إقبال الشباب. يقول: نرى ولله الحمد في هذه الأيام إقبال الشباب على مجالس العلم. نعم. وخاصة مجالس العلماء، فما النصيحة التي توجهونها لنا؟ نعم، هذه علامة خير إقبال الشباب على حلق الذكر، على دروس العلماء، هذه علامة خير، خير لهم وخير للمسلمين، تفقه في دين الله، حضور مجالس الذكر، ولا سيما في بيوت الله عز وجل، هذه علامة خير، نحثهم على ملازمتها وعلى الإقبال عليها، وعلى أن يحضر فهم الإنسان وفكر الإنسان عندها حتى يستفيد، هذه علامة خير والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم حديث حذيفة وسؤاله عن الفتن، فهل ينبغي السؤال عن الفتن والحذر منها؟ ينبغي قراءة الأحاديث الصحيحة، قراءة الأحاديث الصحيحة التي وردت في الفتن، من أجل الإنسان يحذر منها. نعم، هذه موجودة في الأحاديث الصحيحة، يعرفها الإنسان من أجل أن يحذر منها ويسأل الله السلامة منها. نعم.
فضيلة الشيخ، في حديث حذيفة هل يدل على استحباب الوضوء بعد الحدث؟ إذا احتاج الإنسان إلى الوضوء يتوضأ، كون الإنسان على طهارة هذا طيب، كون الإنسان في أغلب أحواله على طهارة هذا شيء طيب، ولكن إذا أراد أن يصلي فإنه يجب عليه، أو أراد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب يستحب له، وإن أراد أن يقرأ القرآن من المصحف يجب عليه أن يتوضأ. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الرحم الذي يجب وصله ويأثم الإنسان بقطعه؟ وهل الأخت من الرضاعة وابن العم وبنت العم منهم؟ القرابة من النسب من جهة الأم ومن جهة الأب، القرابة من النسب، هؤلاء هم أولو الأرحام الذين تجب صلتهم، وأبناء الأعمام من الأرحام. نعم. أما الرضاع، الأخت من الرضاع والأم من الرضاع والأخ من الرضاع، فهؤلاء ليسوا قرابة، ليس لهم حقوق القرابة، لكن إذا أراد أن يكرمهم من باب المكافأة والإحسان هذا شيء طيب، لكن لا يجب عليه ذلك. أما صلة الأرحام فهي واجبة، قطيعتهم محرمة، أما صلة الرضاعة هذه لا يجب بها شيء إلا من باب المعروف أو حسن الخلق معهم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هناك امرأة توفي عنها زوجها وتركها بدون نفقة هي والأولاد. نعم. يقول السائل: نعم، هناك امرأة توفي عنها زوجها وتركها هي وأطفالها ليس لهم نفقة، فهي مضطرة للعمل خلال أيام الإحداد، فهل يجوز لها أن تخرج في هذه الأيام؟ نعم، إذا احتاجت للعمل تنفق على نفسها على أولادها تخرج في النهار، تخرج في النهار لا في الليل، الليل تبيت في بيتها ولا تخرج منه، أما في النهار فيجوز لها الخروج للحاجة طلب الرزق. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز المسح على الشراب المخرق؟ لا، الذي يبدو من الرجل شيء من خلاله أو فيه شقوق لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه، لأنه إذا ظهر شيء من الرجل وجب غسله، وإنما تمسح الرجل، يمسح الحائل إذا غطى الرجل، فإذا ظهر منها شيء فالذي ظهر يجب غسله. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يشترط أن يمسح الرجلين سويا أم يمسح اليمنى ثم اليسرى؟ المسح على أي صفة كان جائز، المهم أنه يمسح، مسحهما جميعا أو مسح واحدة ثم مسح الأخرى لا معنى من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل المذي له رائحة؟ ليش؟ يقول: هل المذي له رائحة؟ وما لونه؟ وكيف نفرق بينه وبين المني؟ هذا كأنه ما عنده فكر نبت في هذه الأمور، بينهم فروق، بينهم فروق. المذي ماء رقيق أبيض، خلاف المذي المني فإنه ماء غليظ له رائحة، أما المذي فليس له رائحة، ماء غليظ، ماء رقيق أبيض، ويخرج بدون لذة، خلاف المني فإنه يخرج باللذة، بينهما فروق. نعم. انتهت. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى